مشاكلكم وكنفكوها عليكم. كاين الحل على أصوات. هو اللي تقديم الشيك على سبيل الضمان هو جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي. السؤال اللي كيكون مطروح هنا جوج ديال الأسئلة اللي هي مهمة. أولا، من يعاقب القانون؟ يعاقب من هذا القانون؟ هل يعاقب من أعطى الشيك أم يعاقب الذي أخذ وقبل الشيك على سبيل الضمان؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، كيف يمكننا تعريف شيك على سبيل الضمان؟ شنو هي المعايير ديال شيك على سبيل الضمان؟ الجواب على السؤال الأول هو شكون كيتعاقب. القانون الجنائي الستينات، حنا القانون ديالنا الجنائي كيعاقب جوج ديال الأشخاص، كيعاقب اللي عطى وكيعاقب اللي خدا، وكيعاقبهم بجوج في الفصل 540 اللي كيتكلم على النصب، من سنة إلى خمس سنوات ديال السجن، من 500 درهم إلى 5000 درهم غرامة مالية. إذن كيعاقبهم بجوج. جات مدونة التجارة في 1996، يعني من بعد شحال؟ 30 عام. قانون الجنائي من بعد 30 عام. جات يعاقب فقط في الفصل 316 من الفقرة الرابعة أو الخامسة، تعاقب من قبل الشيك على سبيل الضمان بنفس العقوبة من سنة إلى خمس سنوات. يعني التعفى اللي كيعطي الشيك؟ لا، ما تعفاش، وهذا هو الخطأ، وهذا هو الممارسة دابا اللي كاينة، هو أنهم ما كيتابعوش الذي أعطى، كيتابعوا فقط الذي قبل الشيك. علاش؟ حيت يقول لك أحق القانون الجنائي هو نص عام، ومدونة التجارة نص خاص، وباتباع ومن باب اتباع مبدأ أو قاعدة الخاص يسبق العام، غادي نطبقوا مدونة التجارة. تقول لهم لا، القانون الجنائي هو كمادة بوحده، هو قانون جنائي، ليس بقانون عام، وليس بقانون العقود والالتزامات. جا كيدير إطار عام، هذا هو القانون الجنائي، وهذه المادة الأساسية ديال العقوبات، قانون العقوبات. إذن تنطبقوا هذاك اللي الصحن ديالو أوسع، يعني اللي كيعطي واللي كياخد. علاش؟ لأنه خصنا نعرفوا شنو هو الخطر ديال القانون الشيك على سبيل الضمان، هو أنه كيخلق واحد الفلوس وهمية. كناخد أنا السلعة وأنت تاخذ السلعة ونديروا العملية، الصفقة تدار، ولكن ما كاينش إنشاء ثروة، كيدخل في إطار نصب دكتور. وهمي. لا، ماشي نصب. ماشي نصب، غير هو القانون تيعاقب إصدار شيك بدون رصيد أو يعني أموال وهمية، دخلنا في إطار النصب. لا، ما فيهاش النية ديال الوهم. غير تنقول لك الله يخليك، غير واحد 15 يوم ودفعوا. حنا إذن خديت سلعة وخديتي سلعة، ولكن شنو خلقنا؟ فين الثروة اللي خلقنا؟ والو. إذن الحركة دايرة بدون خلق وإنشاء ثروة. إذن هذا عنده خطر على السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية، وبالتالي ما تخصناش نعاقبه فقط اللي كياخذ، بل خصنا نعاقبه حتى اللي كيعطي. علاش مدونة التجارة جات تعاقب غير اللي قبل؟ حيت هذاك اللي قبل هو اللي في يديه السلطة، أنه ملي كيجي الشيك يمكن له يدفعوه غدا للبنكة، هو اللي ما كيدفعوش. فهمتي؟ يعني أنا ما كنرغمكش، أنا اللي عطيتك الشيك ما كنبزش عليك تحتفظ به 3 شهور، حيت عطيته بين يديك، وبما أن الشيك قابل للأداء بمجرد دفعه إلى البنك بغض النظر على التاريخ. إذن شكون هو اللي كيتحمل المسؤولية جنائيا واللي عنده سوء النية؟ هو الذي قبل الشيك. إذن عموما الشيك على سبيل الضمان هو جنحة، ما تبقاوش تعطيو الشيكات الله يجازيك بخير. شنو هو الشيك على سبيل الضمان؟ هو أنك تعطيك الشيك ودير فيه التاريخ أو ما ديرش فيه التاريخ، ودير فيه مبلغ أو ما ديرش فيه مبلغ، وتقول له يخليك خلي هذا حتى من بعد، يا إما نجيب لك الفلوس أو تلم دابا 3 شهور عاد دفعوا، أو حتى هذاك الضمن به شي حاجه غادي نجيبها لك، ما تقسيش فيا، هاك شيك على سبيل الضمان. هذا هو الشيك على سبيل الضمان. والخطره الجايه تنظن هذا هو المعلومه ديال اليوم، يمكن كنت نتكلم على شنو هي معايير شيك الضمان على سبيل الضمان، واللي ما تيكونش فيه تاريخ او كيكون فيه تاريخ وتنقولوا الله يخليك ما تدفعوكش خليه عندك، يعني باش نقطعوا السيد الذي قبل الشيك على سبيل الضمان في حاله التلبس خصنا تكون واحد الزياره مباغته ديال ضباط الشرطه القضائيه اختصاص القسم المالي الجرائم الماليه، تيجيو ينزلوا على المحاسبه ويلقاو عنده شيكات محطوطين اللي في عمرهم 3 شهور 4 شهور، يقولوا علاش ما قدمتيهمش؟ هنا كتكون قرينه ان هذا الشخص عنده شيكات على سبيل الضمان.